شوفوا البس المريول. هذا طبعا جايز جينا نشتري مرايل قبل ما تبدا المدرسة عشان ناخذ راحتنا كذا، لو جات المدارس بتكون كلها مرايل مختفية. فيلا مريول ازرق، احس هذا حلو بس لا خلاص ما شكرا شكرا. طب ارجع ابتدائي خلاص، ما ابغى حياتي كبار، ما ابغى شكرا. وهذا لبس الرياضة، هذا حق الثانوي، وهذا حق المتوسط العودي. هذا مرة مرة يحزن، تدري ايش اللي يحزن؟ انه كل سنة كنت اشتري مريول اخضر، لا ازرق ازرق. اشتريت نفس هذا، اشتريت البلوزة وهذا، مرة حلو. شوفوا اتوقع يعني بعدين اوغست 48 ايوه اوغست 48. لقيت هذا البلوفر، ايش رايكم؟ احس مرة حلو، مرة مرة كشوخي. شوف لقيت الدفاتر بس ابغى اشكال حلوة، هذا شكله حلو، هذا حلو بس زي صاحبتي حتقول اني قلدتها، ما راح اشتريه، اخاف تشوف الفيديو. امزح امزح معك. اشتريت هذا للعربي، تذكرت هذا اي خلاص تمام. ما تبغي صح؟ لا خلاص هذا كويس. اخذت اللي تكون كذا كبيرة، اخذتها للاحياء كذا، احب انا اللي تكون كذا دروس ضخمة دفاتر كبيرة. انا جاية بكروكس ما شاء الله، بحاسب الملف، نسينا نحاسبه. تخيلوا بلتنا طالبة النوع هذا حق الحاسبة، مع اني عندي ذيك الكبيرة بس طلبت هذا الصغيرة عشان تطلع الحل كذا بشويش شويش. الأمطار هودي ناسين في السيارة، ما ادري حق مين. في مكتبتي جهزت كل شيء، خلاص كل شيء جاهز اصلا، الشنطة، التجهيزات. والمقلمية قررت استخدم حق السنة اللي فاتت لانه ما استخدمتها، بس كذا رميتها في الدولاب. السنة اللي فاتت استخدمت هذيك الموفية فهذه، بس شوف اصلا كل شيء ما تغير ولا شيء في المكتبة، حق التخرج لين دحين موجود. فيلا بروح اجلس على الارض ونظبط الاشياء مع بعض. مريول، الله مريول ازرق. شوفي هنا جنبي كل شيء، هين بوريكم ايش الاشياء اللي اشتريتها جديدة جديدة. شوفوا اول شيء عندي هذه الشراريب، اشتريتهم من شي ان، في برضه هنا اشكال ثانية. اوكي خلصت من الشراريب، الحين خلينا نجهز المقلمية. بحط هذا الستيك نوت، حطيت الاقلام هذي، حطيت الاقلام الملونة هنا في الجيب. في هذا القلم ابو اربعة، في قلم بشتريه بعدين، بشتريه من البقالة اللي هو ذاك قلم ابو ريال الازرق، هذا يجلس معاكم يعني دحين انا اول ثانوي، لو اشتريت القلم هذا حيجلس معاي لين ام اخلص جامعة، القلم هذا ما يخلص ابدا. الحاسبة بجيب الحاسبة واجي. اوكي بحطها هنا برضو في الجيب هذا الصغير. طبعا الدفاتر ودي الاشياء لسه ما اشتريتها، يوم اروح في اول يوم المدرسة بقول لهم انه بقول لابلاتي يعني مثلا دفتر الكفايات مو دفتر لغتي، في فرق يعني. عندي هذه حقت سابولو، طيب اشتريتها قبل ما ارجع من تركيا بكم ساعة متخيلين، وقتها بالصدفة يعني انا كذا ماما قالت لي تبي تشتري جزمة من بولو، قلت لها لا لا ما ابغى، قمت طلعت اتفرج كذا وشفته والله، وبالصدفة طلع في مقاسي قلت يلا خليني اخذ، فمرة مرة حلو شكله. وفي برضه هذه الجزمتين، شوفوا هذه فكة، طبعا قررت احط هذا الماسك لشعري عشان اشوف بعدين في الفجر استشور شعري ولا اسوي كيرلي ولا ايش ما اعرف، بس انه مبدئيا بحط هذا الماسك. الساعة 4:40 الفجر، سو قررت اني اتجهز معاكم اسوي حواجبي، لانه هذا حواجبي الحالة لازم اجلس عليها كذا حق نص ساعة. امزح، حتمشطوا كذا على تحت وتحاولوا تدخلوه بين الحواجب، بعدين ترفع من البداية. هذا اشتريت من تركيا، ندمت اني ما اشتريت واحد ثاني، بس انه اصلا سعره هناك صراحة نفس سعر اللي عندنا هنا، اشتريته تقريبا ب48 ريال، وهنا برضه يبيعوه زي كذا. يما يما
الحين برطب وجهي. هذا المويسترايزنج الجديد اللي اشتريته مرة حلو من لوريال، برضو اشتريته من تركيا عشان ما تقول انه رحت مكان اشتريته وما وريتكم. بس بحطه اول شيء لون الابيض هذا، اهم شيء نستعمل المراية. هذا المراية هذه يو نسيت اني حاطة لون بينك من اول. سبحان الله. اوكي نغير الفرشة، بستعمل هذه، بستعمل دحين الالوان الترابية. متوقع 100% انه بيجوني دحين بنات في الكومنت ايش يكتبوا، والله انا يوم اروح المدرسة ما احط الا مرطب شفايف. بنات كبرنا احنا صح، خلاص نعرف انه في بنت غير عن الثانية. وان جايز بروح اخلص عيوني واجيكم، يعني من عارف اشتغل بالهودي، بجيكم لما احط الروج. اسف. A few moments later. طبعا جايز رجعنا بعد الصلاة، ما في حاجة صراحة، فسخ شرشف وارجع البس الهودي. خلاص خلينا نكمل ميك اب بالشرشف. انا خايفة من شي مرة، خايفة هناك اروح وشعري زيت. مسكرة. شوفوا البس المريول، وبس هنا في حزام من ورا، هذا احسن شي عشان من اربط زي كذا. دقيقة اوريكم ايش لونه. لون البلوزة، لون البلوزة سماوي. طفوني ارجع نتكلم. فخلاص كذا خلصت، بروح البس دحين ساعتي وبلبس الشوز الله يكرمكم. بس شوفوا شوفوا الحوسة. تراني مرة تأخرت، فجالسة احاول استعجل قد ما اقدر. تأخرت مرة. الحين رايحين على المدرسة، ايش شعورك؟ صف كم انت رايح؟ ثالث؟ انا رايح الله حق ابتدائي. شوف الميك اب. Eight hours later. Okay guys. Welcome back من أول يوم في الأولى ثانوي. جايز اليوم كان يوم، شوف هو مبدئيا انا حسيت انه يعني في تعقدات في الموضوع، انه كذا جاء المعلمات تقول اولى ثانوي لازم تشدوا حالكم فيها واشياء، فحسيت انه جاني اكتئاب شويه. بس انه كذا جلست اضحك مع صحباتي وكذا، حسيت المول مخي لين دحين معلق على اجازه. طبعا هذا الغداء حقي، اتوقع ما في غداء افضل منه، خصوصا المويه هذه اخر شيء. انا ما اكل اندومي، لا اكل اندومي عشان اشرب هذه المويه. يعني جايز نسيت اوريكم وردتي الميتة، اعطتنا هي واحدة من المعلمات الله يسعدها، هي الوحيدة اللي وربي كذا سوت لنا جو. اكيد جاكم فضول شوفوا كتبي صح؟ ما عندي الا ثلاثة كتب، انجليزي ورياضيات وفيزياء. فين فيزياء؟ احياء. تبي استوعب الحجم لحاله يجيب لك ضغط كذا بداية السنة. مان جايز جيت بنام، بس تذكرت اني ما سالفت لكم، فبسالف قبل ما انام عشان انا لازم اتكلم. يعني احس تعرفوا شعور انكم تبي تتكلموا، هذا انا شعوري. يلا اليوم يوم رحت المدرسة، طيب كنت بكامل اناقتي وكل شيء وشعري مستشورته. اول ما رحت دخلت الصدمة، مقفلين المكيفات خلونا جالسين في الساحة، ويوم طلعنا حجزنا مكان في الفصل فوق، في الأخير قالوا هذا مو فصلكم غيروا فصلنا كذا. يعني عادي حجمه كويس، بس تخيلوا كم طالبة فيه، 60 طالبة. فيوم جلسوا ينقصوا كذا ونقلوا وسووا، آخر شيء صفي العدد على 52 طالبة. هذا ما غير شيء، مرة كتم الفصل حشر حشر بشكل. هذا ظل ترى مو شاري عشان يعني لا يقولوا اختارت الدنيا. وفي أبلة عطتنا وردة، اي صح قلت لكم ايش كمان صار. اذا كملنا هذا الاسبوع على نفس الموال حر وكذا، والبنات لسه للحين عددهم يعني وهذا وحشرة، احتمال ننقل. وانا لو نقلت من المدرسة بروح وحيدة بجلس لحالي. و وبكذا خلصنا فلوق لأول يوم مدرسة.
لا تنسوا تقولوا لي المواقف اللي صارت لكم اول يوم، احس بدي اضحك. الله يوفقنا يا رب كلنا، واشوفكم في الفلوق الجاي.